ولاد في الدكان ما راح يفجي وساعة تكت وعلى مغيثني في حق الدايم الغنيم ما راه مساكني من جراه ولا تغيثني يا سيدي فرح بيه بين عبد خلف الحمايل يا أمير الصالحين ضيف الكريم لا تنسى أرى وجوده بن موسى وانت المير في بغداد العمر تتمنى وانا متبع رحيلي يا ابو علام والسوق الخالي ما يعمرو بالنمر سوقي العمرو بالفمر نشكي ليك يا ابن موسى بدمعي وتوسيلي يا ابو علام سنتك تافي ليك يا الشيخ النمر جميع ما صعب يساهم انظر الوالي من حالي كوني في تفضيلي يا ابو علام لولاد الناس نشوف الطريق شحال حال متبع الخيام ولا يطلع الما في العقبة للغريب مثيلي يا ابو علام نبغي ديني بالولاد ومام تريد شروطة وجبار مكان غير مراد الله واللي جمعتي بشيلي يا ابو علام اهلك لاصحابك من خصايلك خصال صباح نورهم شعام تضوي على اصحابك نبغي بدري معاك يضواني نهاية الكلام نهاية الكلام سلامي للماهرين أهلك بام سادتي هالفطام والسلام للشراف والطلبة جمع الشياخ تدعيني أسمي مخفى لأهل الحضرة فصح الغاع اللال لي على الخبار رسالة يكون يا غلبة أسم بين الشياخ لك حيلي نهيت بالصواب قصيد وهديته لبني صغاه طرز الكلام في معناه نرضيه للمعاني ونرهج من تعامد الحسات يا حافظ القصيدة لا تتبع جاهل تجهل معاه من رادعي بك تعداه جانب من بغى عارك لا تضحاب معاه في تعناد خير ما يكون الراجل يسكن بلا تغير عداه ويدير في الكريم وجاه ليام فايتا غرارا شوقي دعاني وفنيتو يا حضرة شوقي دعاني وفنيتو يا حضرة ديروا أواني ديروا أواني ديروا أواني وسقوني خمر ديروا أواني ديروا أواني ديروا أواني وسقوني خمر عشق موجدت ولا تحضراتي عشق وفاني وانا بيكم نبران عشق وفاني وانا بيكم نبران ديروا أواني ديروا أواني ديروا أواني عشقوني نبران